زي النهاردة وتحديدا في 2013 حصلت تفاصيل كتيرة جدا وأحداث كتيرة لا يمكن أي حد من الشعب المصري أن ينساها. أهمها طبعا كان بيان 3 يوليو واللي اتجمعت فيه كل القوى السياسية والحزبية والدينية والشبابية. كل مكونات الشعب المصري توافقت على هذا البيان اللي ألقاه وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللي أعلن من خلاله الاستجابة لمطالب الشعب المصري ووضع خارطة الطريق للمستقبل. صحيح يا جزلي، أعتقد كل واحد فينا عنده ذكريات ما يقدرش ينساها مع اليوم ده، لأنه كانت خلاص انتهت المهلة 48 ساعة اللي منحتها القوات المسلحة للتوافق والاستجابة لمطالب الشعب. وقتها المتحدث العسكري أعلن أنه قيادة القوات المسلحة مجتمعة مع قيادات سياسية ودينية وشبابية، وحيصدر بيان عن القيادة العامة بعد انتهاء هذا الاجتماع. الكل وقتها كان منتظر البيان، والكل كان عنده يقين بأن القوات المسلحة دايماً هتكون في ظهر المصريين. وفعلاً الساعة 9 بالليل خرج البيان، وشفنا الفرحة ملت قلوب وبيوت المصريين وملت كل الميادين في كل الشوارع. بكل تأكيد لحظات لا يمكن ننساها ابدا، شفنا الفرحه في كل مكان. البيان كمان كان حاسم وبيستجيب لكل مطالب المصريين اللي نزلوا في الشوارع يوم 30 يونيو عشان يدافعوا عن حياتهم وعن هويتهم وعن بلدهم. في اليوم ده كان جيش مصر على الموعد بيحمي الشعب وبيستجيب كمان لاراده المصريين. صحيح، وعشان كده بيان 3 يوليو هيفضل حادث فارق من أهم الأحداث اللي حصلت في تاريخ بلدنا، واللي كان بمثابة إعلان لبداية جديدة ومرحلة انتقالية بالفعل تم فيها استكمال المسار الديمقراطي الحقيقي اللي وصلنا في النهاية لأنه يكون عندنا دستور وبرلمان منتخب ورئيس بإرادة مصرية خالصة وبداية أيضا لجمهورية جديدة. صباح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.